السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على التحديث الجديد الذي قامت به إكس أو تويتر سابقا، حيث أن تم تغيير الدومين الخاص بتويتر من twitter.com إلى x.com، لكن كلا الموقعين يشتغلين في نفس الوقت. أعلنت شركة تويتر عن تحديث جديد مذهل يعزز من تجربة المستخدم ويفتح أفاقا جديدة للتواصل الرقمي بدلا من التركيز الحصري على المنصة التقليدية التي اعتمد عليها الملايين. يأتي هذا التحديث بمفهوم جديد يقدمه للعالم وهو إكس. بالنسبة لهذا التحديث، لقد عمل فريق يتميز إكس بتصميم مبتكر وواجهة مستخدم محسنة تجعل التفاعل أكثر سهولة وكذلك سلاسة. تأثير هذا التحول الذي قامت به إكس، تعكس هذه الخطوة التحول الرقمي الكبير الذي يشهد أو الذي يشهده العالم، خاصة في عالم التواصل الاجتماعي، حيث يسعى الشركات إلى تحسين تجارب المستخدمين وتقديم ميزات جديدة تلبي تطلعاتهم وكذلك متطلباتهم المتزايدة بالاعتماد على إكس بدلا من التويتر. الآن سوف نقوم بالذهاب وكذلك مشاهدة الواجهة التويتر الجديدة. فبالنسبة للبعض، قد يجد عند دخوله إلى موقع تويتر سوف يظهر له بهذه الشكلة باللون أسود، ويريد أن يقوم بتغيير هذه الشكلة، حتى إذا ذهبنا إلى الناطق سوف نجد أنه أصبح x.com كما تلاحظون معي. كذلك إذا قمنا بكتابة مثلا، أنت إذا ذهبنا إلى موقع التويتر كما تلاحظون القرعة عليه بهذا الشكل، سوف يتم تحويله مباشرة. تلاحظوا معي هنا لم يعد هناك الدومين تويتر، الآن أصبح، سوف نذهب مثلا هنا تويتر، سوف تلاحظون كيف سوف يظهر لكم. كما تلاحظون تم توجيهنا مباشرة إلى x.com. جيد، الآن سوف نذهب إلى هذه الصفحة. الآن كيف نقوم بتغيير واجهة تويتر الجديدة؟ من كما قلنا تغيير الواجهة أو تصميم الخاص بها، نقوم بالنقر هنا على المزيد، ثم نذهب إلى الإعدادات والخصوصية. سوف نقوم بتغيير التيم الخاص بتويتر الخاص بنا. نذهب مباشرة، سوف يعطيك هنا في قسم الإعدادات هناك العديد من الأقسام. القسم الذي يهمنا هو إمكانية الوصول والعرض واللغات، نقر عليه بهذا الشكل. ثم نذهب إلى الجهة اليسرى، سوف نجد هنا إمكانية الوصول والعرض، إدارة أدير كيف عرض المحتوى إكس لك، إمكانية الوصول العرض، كذلك هنا اللغات، استخدام البيانات، كذلك هنا سوف تجد اختيارات لوحة المفاتيح. نحن ما يهمنا هو العرض. هنا إدارة حجم الخط، اللون والخلفية، كذلك تؤثر هذه الإعدادات على جميع الحساب الإكس على هذه المتصفحة. نقر على هذا الخيار. بعد ذلك سوف يعطيك هنا مجموعة من حجم الخط، كذلك الألوان. نحن ما يهمنا إذا كنت تريد أن تقوم باختيار هذا التعتيم أو الافتراضي الذي كما قلنا الذي كان عليه موقع تويتر من قبل. ثم بعد ذلك سوف تجدون أن سوف تلاحظون أنه تم تغيير الخلفية وكذلك تم تغيير التيم الخاص بالواجهة تويتر الجديدة. وبذلك نكون قد قمنا بتغيير الواجهة، وكذلك تطرقنا إلى التحديث الجديد الذي قامت به تويتر في الآونة الأخيرة. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.